اكثر الغيابات المؤثره، سواء احمد نبيل مانجا، سواء رزاق سيسي، سواء عمار حمدي، وايضا خالد غندور. صح. المشكله كمان هي عدد وكواليتي. عدد كبير لما يغيب عنك خمس ست لعيبه مؤثرين، كمان الكواليتي بتاعهم مهم جدا. يعني عمار بقى له فتره كبيره بيلعب باك رايت، فبالتالي المكان ده هتلعب فيه مين النهارده؟ هل ممكن كريم يحيى يدخل بما ان موجود في القائمه؟ هل هشام صلاح؟ هشام صلاح بقى له فترات كبيره جدا ما بيلعبش، يعني على مدار سنين. نعم. مانجا وخالد الغندور في نص الملعب مؤثرين جدا. نعم. لان هم عناصر اساسيه. كمان سيسيه واحد من اهم اللعيبه في نادي الاتحاد السكندري، فبالتالي الكواليتي والعدد النهارده يعني الله يكون في عون الكابتن حسام. طبعا الناحيه الاخرى، المصري في المراكز الاربعه الاولى، ثلاث نقاط مهمه لفريق نادي المصري.